زكاة الفطر، عفوا سؤالكم، ايش قد زكاة الفطر هذا العام؟ 2500 دينار عن كل نفر، 2500 دينار عن كل نفر، إذا أتوا أربع نفرات 10,000 سيد دينار. بس يعني هم للطريفة وهم للمعلومة، بعض الناس يقولون ايش دعوة السيد هالمرة مصعدها، كأنه الموضوع مرتبط بتسعيرة تصعد وتنزل. لا لا خلينا نوضح هي منين جاية هاي الجزء. زكاة الفطر هو في الواقع دفعه 3 كيلوات من الطعام، اللي هي بالأمداد طبعا، أمداد المد 750 غرام، المد 750 غرام، فثلاث أمداد يعني لازم أنت، عفوا 3 كيلوات اللي هي تقريبا تصير 4 أمداد، المد 750 و750 كيلو ونص، وكيلو ونص بالضبط يصير 3 كيلوات، 3 كيلوات، فأربعة أمداد المد 750 غرام، فثلاث كيلوات من الطعام، تمن، طحين، تمر، كيفك، أغلب طعام أغلب طعام البلد، أغلب طعام البلد شنو الآن؟ خبز وتمن. فإذا واحد يعطي تمن أقل 3 كيلوات، تمن إيش قيد الآن؟ أقل التمن بيش خويا، أقل التمن، مو كلش تمن تعبان دقة ومكسر، لا لا، تمن اللي مثلا يأكلون الناس 1500 كيلو. إذا 1500 3 كيلوات 4,500، أنا ضبطي تمن. الطحين، الطحين سمحت السيد يسأل بالسوق بيش الطحين هالسنة؟ قال يا سيدنا الطحين أغلى من العام الماضي، صعد شوية، العام كان مثلا 2000 هسه صار 2500، لأن الطحين صعد. فقيمة 3 كيلوات طعام واضح. أجا واحد قال سيدنا أنا كله آكل لحم، فإذا أعطيت 3 كيلوات لحم، جزاك الله خير، يعني 3 كيلوات لحم يدي، هذه اغلب اكله، اغلب على حال من حوله اغلب اكلهم اللحم او السمك او كذا، ولكن سمح سيدي يقول على انه اغلب طعام البلد وهو الخبز، انطوا الطحين هو 3 كيلوات 2500 دينار. طيب يا عمر يستحق سيدنا او يجب عليه؟ قلت رب العائله، رب العائله يعطي، مو انت حبيبي، رب العائله ابوك ينطي، ولكن ينطي عن من؟ ينطي عن الكل، حتى اللي الطفل اللي امس انولد، امس انولد لازم ينطي عنه، واضح؟ طيب.